في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من شخصين: لام ميم البالغ من العمر 39 سنة، ميم عين البالغ من العمر 34 سنة، بتهمة جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، جنحة التهريب باستعمال مركبة. حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى أفراد الفاصلة، مفادها وجود شخص يقوم بنقل المؤثرات العقلية من مدينة بسكرة إلى مدينة قسنطينة، وهذا لغرض ترويجها بمختلف أحياء ولاية قسنطينة. استغلال المعلومة، تم تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات مع وضع تشكيل أمني محكم مرفق بنقاط مراقبة ودوريات على مستوى المدخل الجنوبي لولاية قسنطينة، أين لفت انتباههم السيارة محل المعلومة وعلى متنها المشتبه فيه الأول، ليتم توقيفه وتحويله هو والمركبة لمقر الفصيلة من أجل التفتيش، أين عثر على كمية معتبرة من الأقراص المهلوزة مخبأة بإحكام داخل الغطاء الداخلي الخاص بالصندوق الخلفي للمركبة. أسفر التحقيق في القضية على توقيف شريكه الثاني في الجريمة مع حجز 4200 قرص مهلوس نوع بريغابالين والمركبة المستعملة في نقل المحجوزات، مع تحرير ملف قضائي وتحويل المشتبه فيهما أمام العدالة.